قديه نحن بنقول انه اليوم الموسيقى هي لغه الروح، يمكن هي من اهم الوسائل اللي من خلالها بنقدر نوصل كثير من الرسائل اللي عم نشعر فيها. اليوم الموسيقى هي جزء من ثقافه الانسان، من ثقافه المجتمع. سلمى، اليوم يعني بيقولوا لك انه احيانا انا من خلال معزوفه او شيء بقدر اوصل مسج، بقدر احس شيء انا غيري ما عم يقدر يحسه. صحيح، وبتجاوز كل المسافات وكل الحدود. اليوم كلياتنا لما بنسمع اللحن الحلو بنروح لهذا اللحن باي مكان كنا متواجدين فيه بالعالم، وباي وقت قادر لحن صغير انه يوحدنا كلياتنا. اكيد سلمى. اما هلا رح نروح كمان رشا لنحكي اكثر ونتعرف على موهبه خاصه، وخصوصا بآلة الناي، مع ضيفنا اللي رح نحكي معه عن آلة الناي التراثيه بشكل خاص، محمد عيد، وهو ماستر في الموسيقى ومدرس في معهد اعداد المدرسين. صباح الخير واهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم الناي لحاله رح ترجعنا قصة كاملة بحياة كل حدا فينا. يعني قد ايه اليوم إلى خصوصية بحياتك وحياة الناس؟ يعني بداية وقبل ما نروح لنسمع شيء من حضرتك ونحكي عن الناي بشكل خاص، خلينا نحكي اليوم عن أهمية الموسيقى اليوم بحياة كل شخص فينا وبحياة المجتمع والإنسان. وأكيد الموسيقى إلى تأثير بشكل كثير مباشر على الإنسان، خصوصا على شخصيته وعلى الانفعالات اللي هو بيأديها لما بيسمع هاي الموسيقى. لما بنسمع موسيقى هادية يكون رواء، يكون هيك. لما بنسمع موسيقى صاخبه ممكن نكون حماسيين، ممكن يعني نستخدم هاي الموسيقى بحركات هيك سريعه، باداء سريع، نحن بحسب حسب الجو اللي نحن بنكون عايشين فيه، بدقه بهذا الموضوع. واكيد الموسيقى هي لها هدف، هي التنميه، مثل ما بيحكوا لا يسمو العقل الا بالروح ولا تسمو الروح الا بالموسيقى. تماما. فالموسيقى هي اللي بتسعى انه لا الواحد انه يسمع ويسعى بعد ما بيكون في شيء عنده عقلاني، بصير في الامور الروحانيه، وهي اهم شيء بالموسيقى، وخصوصا انه نحن عم نعزف هلا على آلة الناي. هي الآلة البسيطه ما بتدخل تأثيرها كثير كبير اليوم. كيف؟ رغم بساطتها ولكن بتوصل صح للروح. تماما، خليك مثل القصب كل ما عدتك بيحن مثل ما بيحن. تماما. بدنا نقول لك هي الجمله، وخصوصا لانه اليوم عم نحكي عن آلة تراثيه وارتبطت بتراثنا بشكل كثير كبير. اكيد. وبنشوفها يمكن أماكن كثير من الوطن العربي أكثر ما نشوفها بالخارج. تمام، هي تعتبر من الآلات الشرقية. لهيك أنا بدي أسألك باعتبار حضرتك ماستر بالعزف على آلة الناي، تعطينا شوي لمحة عن تراث هي الآلة. هلا تراث هي الآلة هو ما في يعني بالتاريخ تاريخيا ما في حدا إلا بيحط إنه هي الناي القصب إلا من تراثه الشخصي، لأنه هي بالنهاية آلة قصبية بسيطة، ما بتدخل الإنسان بصناعتها، فقط بعملية الثقوب. يعني فقط تسقيب الآلة، صنع الآلة هو اللي بيتدخل، ما فيها شيء مواد صناعية. وحضرتك تشرح، وانت جايب معك كمان انواع في مجموعة اي حسب. خلينا نشرح كاميرتك. هي كاميرتك تفضل. هلا عندنا هي الناي القصب، تمام. هي الآلة البسيطة المصنوعة من القصب الطبيعي تماما، من القصب نفسه، قصب السكر اللي نحن بناكله غير قصب ولا السكر. لا قصب العادي، قصب الغاب بيسموه. قصب الغاب مؤلف في آلة الناي من 9 عقود، فيها 6 ثقوب أمامية وثقب خلفي، ما فيها ولا مادة كيميائية أو صناعية، كله طبيعي. هلا نحن ممكن هون حاطين للحماية، لحماية الخزنة، لحماية الحلقة العقدة الأخيرة من آلة الناي، بسبب إنه نحن طبيعتها إنه إذا تعرضت لأي كسر الناي راح عدم الاستخدام. تمام، بدك ترجع تعمل وحده جديده، بدك ترجع تعمل وحده جديده اكيد. بهذا الموضوع قد ايه اليوم بحاجه لقوه بالنفس لتقدر تعطي صح من خلال هذا النشرك اليوم هيك تنقلنا روحانيا، كونه اليوم عم نقول هي آلة الروح. تمام، اسمع شيء من حضرتك قبل ما نكفي. يا. رح نبدا بشيء له علاقه بالتراث السوري، تراث المنطقة. نحن عندنا التراث السوري، التراث ال تفضل. Thank you.
اي اخر وحده جفله. جفله. يعطيك العافيه. العافيه. يعني بدي اسالك سؤال، هل ارتبط بانه الناي لحنه حزين لطبيعه هي الاله وطريقه اخراج الصوت منها باعتباره من النفخيات تختلف مثلا عن غير آلات؟ في البعض بيقول مثلا الوتريات بيكون شوي في بتعطيه دفقة أكثر، ممكن سعادة مثلا، الإيقاع غالبا تستخدم بالأمور اللي فيها فرح أكثر من ما تستخدم بلحن حزين، بينما النفخيات مثل الناي وغيرها من الآلات هي هذا الشيء طبيعتها هي اللي أدت لأنه التصقت فيها صفة الحزن. هلا التصقت فيها صفة الحزن لأن هي عبارة عن الآلة النفخية، لما الواحد بيعطي إحساسه بيعطي نفسه تمام لأي شيء بالحياة بيطلع هيك فيه الروحانية أكثر، فبيعبر الروحانية عن الحزن بهذا الموضوع. بما أنه آلة الناي هي آلة نفخية وهي الآلة طبيعية مثل ما حكينا من شوي، فأنت عم تنفخ فيها بطبيعتها تمام، يعني الإنسان ما فيه يتنفس صحيح تمام غير بالطبيعة، فهو عم يعطي هذا النفس للي عم يعيشه بحياته، عم يعطيه وعم يستخدمه بصياغة لحن موسيقي عم يسمع فيه الأشخاص الآخرين. هي ميزة من ميزات آلة الناي. كمان في ميزة من ميزة الناي، الناي مصنوعة من القصب مثل ما حكينا، والقصب ما بيعيش إلا مجموعات مع بعضه، فقطعة الناي لما نحن منشيلها من المجموعة تمام بصير فيها صفة حزينة. يعني هيك أحد المقالات اللي قرأتها أنا اللي أكيد كله هذا الشيء له مرتبط يعني طبعا بالدراسات. طبعا طبعا أكيد بالدراسات اللي نحن عم ندرسها بهذا. يعني حلو اليوم الموضوع. يطلق علي آلة الروح عن جد، يعني وصفها تمام. بشكل كثير دقيق إنه أنت عم تعطيها من حالتك النفسية. ونحن شعب قديش عندنا اليوم روحانيات وهيك قصص، يعني نحن رح نرجع نسمع منك شيء، ولكن خلينا بس هيك نستفيد أكثر من وجودك ومن خبرتك اليوم بأنواع الناي. يعني اليوم شو هي أهم الأنواع؟ أنواع آلات الناي ولا الآلات المصنوعة من القصب؟ الناي هي نوع واحد فقط. الآلات الثانية هلا اللي موجودين معك، الآلات الثانية الموجودة يعني معي هو نحن بنصنع آلة الناي حسب طول القصبة الموجودة مشان استخدام الطبقات الموسيقية الموجودة للصوت البشري. هذا الهدف استخدام تمام. طبقات تمام. خلينا طبقات. نشوف بعض هاي الأنواع. إيه أكيد. خليني أقول الأصناف من الناي نفسها. في عنا يا ترى بعدك محتفظ بأول آلة ناي دربت عليها أو اشتغلت عليها؟ يمكن ما هو أنت اللي صنعتها؟ لا هل هاي الناي أنا مو صنعتها لسه، ما كنت بيه في عندي خبرة لحتى أصنع هاي الآلة، يعني ما اكتشفت هاي الآلة. أكيد هاي الآلة اللي عزفت عليها من شوي إلى معي 18 سنة. 18 سنة آلة تمام. قديمة يعني، ولكن تمام. مو هي أول آلة استخدمتها؟ لا أول آلة استخدمتها لساعتها أكيد موجودة، بس ما أنا موجودة ضمن المجموعة فيها. يعني إيه؟ قدي بياخد وقت صناعتها؟ وقت تصنيع يعني قطعة الناي، الوقت قد ايه بياخذ معك؟ احيانا ممكن ياخذ يوم، احيانا ممكن ياخذ يومين، احيانا ممكن بساعة، هي الحالة النفسية تماما بهذا الموضوع. يعني بحس صناعة الآلات الموسيقية مثل الطبخ، اذا نحن بنسميه هو نفس. هيك انه اجدد وحدة الخضراء ايه، هي قيد الصناعة هي لساتها هلا يمكن لسه اي قيد الصناعه هي الخضراء لسه ما تسقبت، نحن بنجيبها خضراء هيك مبين اللون واضح في فرق بينها وبينها. هلا في هيك هي اجدد منها بشوي وهي الاقدم، فينا بس نرفعها هيك مشان يبين الفرق على الكاميرتك لو سمحت. ايوه مشان يبين الفرق. هلا اذا بدنا نرتبهم هيك. طيب اليوم حسب الـ يعني تعلمك او شطارتك بالعزف انت عم تستخدم نوع الناي او الطبقات الموجوده ضمن هي القطع، يعني اليوم كيف عم تتطور انت مع تطور هي الطبقات ضمن الناي؟ يعني كل مرحله عم تستخدم نوع خاص فيك حسب المستوى الموسيقي للشخص؟ لا هو هذا طول الآلة او عدد القطع الموجوده هو مو للتطور، هو فقط للواحد انه يمشي مع الطبقه الموسيقيه اللي عم يغنى فيها او عم تأدى فيها المقطوعه الموسيقيه. اما التطور هو دائما تطور اي موسيقي او بالتمرين المستمر على الآلة، بالاستمرار بالعلاقه بهي الآلة، بهذا بالحفاظ على مستوى اللي وصل عليه. يعني اليوم المبتدئ نفس الشخص اللي مستوى افضل متوسط ممتاز هو عم يستخدم نفس الناي. نفس الناي نفس الناي نفس الناي ما في فرق. يعني مثلا بنعرف مثلا بالكمان بيقولوا لك انه في تدريج، يعني تماما في شيء بالكمان في قياسات موجوده، هو عباره عن حسب طول الشخص اللي عم يستخدم الآلة. هي ما بتاثر لانه هي لها علاقه بالنفس. هو اكيد الاطفال مثلا لما بدهم يتعلموا ما بيتعلموا على القطع الطويله، هلا مثلا نحن في في عندنا قطع مثلا طولها 70 سم. كل ما كان اطول كل ما كان الجهد اخف اكثر ولا اخف؟ صح
الجهد اللي بيبذله بالنفس. تماما. هلا الجهد الاخف تمام نحن بنستخدمه لما بنستخدم الطبقات القرار، الطبقات الخفيفه ممكن يعني هيك اعطيكم لمحه مثلا ان نحن اذا بنستخدم هيك هذا النفس خفيف يعني في الواحد يمد فيه مده زمنيه اطول، بينما اذا بده يستخدم الطبقات الاعلى فبده يحتاج لضغط هوائي اكثر من المعده تمام، فبالتالي انه المده الزمنيه بتصير اقصر بهي الفتره. طيب خلينا نسمع شيء. طيب رح سمعكم على الناي الاقصر الاساسي. الاساسي هي بيعتبروا انه نايه الري هي النايه الاساسيه، لانه نحن عندنا بالموسيقى الشرقيه اغلب المقامات الاساسيه هي على نايه الري، يعني موجوده طبيعيا على نايه الري بدون اللي بدون اي صناعه. يمكن بمنطقه الجزيره منتشره اكثر. بمنطقه الجزيره اكيد بمنطقه الجزيره، لانه هي النايه مرتبطه كمان مع البدو مع الرعاة اكثر من مع الراعي، دائما النايه كلمه نايه بتذكرنا بالراعي طبعا باعتبارها تماما هي تماما. فهنيك نهر الفرات وغيره، فبتلاقي يمكن بهديك المنطقه هي النايه من منطقه الغاب من نهر العاصي. من نهر العاصي. طيب خلينا من خلال القطعه اللي بايدك هيك روحانيا لاي منطقه انت حابب يوم تختارها. روحي شو بتعطيني تمام. شكرا لك، شكرا لهذا الحضور الجميل والعالم اللي هيك اخذنا عليه
ثواني يعني. شكرا، بتمنى لك كل التوفيق ونشوف هذا المستقبل الجميل لحضرتك، ويبقى المسج اللي دائما عم تحاول توصله من خلال فنك وروحانيتك موجود دائما. شكرا لحضورك. كل الشكر لكم. شكرا لك مايسترو، شكرا لانك نقلتنا بلحظات بسيطه بين الحزن والفرح وبين التراث وبين اغاني عاشت معنا ضمن هي الآلة النفخية المميزة، آلة الناي. شكرا لك. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم.